أنا عرفنا من الصندوق الاجتماعي إنه بيقدم خدمات لصغار الصناع والورش، فتوجهت للجهاز عشان أعرف الخدمات اللي بيقدمها، وعرفت إنه بيعمل معارض خارجية للمستفيدين من الجهاز، فبدأت بالفعل إن أنا أقدم على قرض متناهي الصغر وأخدته، وساعدوني بإن أنا أستخرج السجل التجاري والبطاقة الضريبية بتاعتي. وبعدين أول مرة اشتركت في المعرض ده كان معرض من اللي هو صناعة في دمياط، بيتعمل كل سنة 4 دورات منفصلين أو متجمعين حسب التنظيم اللي بيتم. اشتركت في البداية في أول دورة، لقيت فيه إقبال من الناس على منتجات معينة، بدأت أطور نفسي بحيث إن أنا أكون عندي منتجات حسب الذوق اللي موجود هنا، إن أنا أوفر للعميل احتياجاته، فاتجهت إن أنا أخد قرض أكبر عشان أقدر أغطي الاحتياجات بتاعتي من العملاء بتوعي. أنا فعلا لما رحت الجهاز أنا ما كنتش عارف إن في معرض خارجي بتعمل، لما عرفت إن في معرض خارجي استعدت له، عرفت مواعيده وبدأت أجهز الشغل بتاعي اللي هيمشي مع ميعاد المعرض. وصلت لهنا عن طريق جهاز تنمية المشروعات فرع دمياط، عملوا إعلان عن في معرض صنع في دمياط هيبتدي من يوم 26/9 نهايته 4/11، فقررت ان انا انزل المعرض، لان المعرض بصراحة يعني بيعود عليا اللي انا بعرف اتسوق المنتج بتاعي، واللي انا اعرض السلع بتاعتي، واللي انا امشي منه مرضي يعني في نفس التوقيت. بعد موضوع التعويم بتاع الدولار فرقت معانا في الاسعار، لان الاسعار كانت زادت عندنا بالنسبه للخامات، فكانت يعني انا مثلا يعني ما بذكرش مبلغ معين، مثلا كنت شغال مثلا ب 100,000 يعني، لما الحاجات غلت والاسعار غلت معايا بالنسبه لاسعار الخامات، كانوا يجيبوا لي مثلا حاجات ب 30,000 مقابل ما قبل كده، فلما اخدت منهم القرض واشتغلت بصراحه كبرت المصلحه بتاعتي تاني، وبدات اللي انا اشغل العمال بتوعي، وفي نفس التوقيت اللي انا حبيت اللي انا اكمل وما اوقفش عامل من العمال اللي كانوا شغالين معايا في المصنع وكده، وكبرت يعني ازيد من الاول الحمد لله، فدي فادت عليا. نفس التوقيت موضوع القرض معايا ما كنتش بحس يعني انا بدفعه، بحس ان انا بدفع ما بحسش بفايده معايا، لان اخدنه برضه موضوع 5% وكده يعني، فما كنتش بحس ان انا مثلا هو ضغط عليا ان انا مثلا اخد قرض والكلام ده كله الحمد لله. عن طريق جهاز تنميه المشروعات هم مولوا لي المشروع، وبالتالي وفروا لنا فرصه العرض هنا في المعرض بره دمياط، ودي حاجه ممتازه جدا. القرض سنديا اول السنه فادني طبعا ان انا وسعت الشغل يعني كبرت النشاط. وضع كنا شغالين طبعا ما كانش في فرصه العرض اللي احنا فيها دي، احنا عملنا رقم قومي للمنشاه، رخصه، سجل وتامين، بقينا حاجه يعني في النور، حاجه قانونيه ماشيه، يعني تاهيل البرندات يعني ان انت هتبقى براند وكده، ده تاهيل ليه. خدت القرض في اول السنه، وسعت النشاط، المجال، الموديلات بتاعتنا، عملنا تصميمات جديده كوليكشن 2019 تمام، وبعدين وسعنا النشاط في من حيث العماله، يعني الحمد لله دلوقتي عندنا عماله 35 عامل. لا التجربه سهله وبسيطه جدا، وهما بيساعدوك كمان، انت بتحس ان انت يعني وسط اهلك، يعني هو اصلا مش بيديك القرض كده وخلاص، لا بيدرس معاك وبيتعمل دراسه الجدوى مظبوطه تمام، مش اللي هو حاجه عشوائيه علشان اخد قرض وخلاص،